العافية. ها شدة شدة يا الله احزام الموت يا ابو حسين شدة وعلى زينب تراها اليوم شدة وعلى زينب تراها اليوم شدة يا ابويا بطبرتك يا علي يا ابويا بطبرتك يا علي شدة شدة نزفت ايمان مو دم مني اشرب الماء وعجل قبل ان ياتي الصباح اشرب الماء يا حيدر قبل لا دمك يباح اشرب الماء وعجل قبل ان ياتي الصباح اشرب الماء يا حيدر قبل لا دمك يباح اشرب الماء يا حيدر واخلط الماء بدمع اشرب الماء يا حيدر واخلط الماء بدمع يا ابو حسين وابع الساعة قلب زين بينفجر الله يا ابو حسين وابع الساعة قلب زين بينفجر بعد الساعة يصيح جبريل ونداير ارتفع بعد الساعة يصيح جبريل ونداير ارتفع يعظم الله جريت يا زينب عودك بمحراب طاح يعظم الله جريت يا زينب عودك بمحراب طاح اشرب الماء وعجل قبل ان ياتي الصباح الله يوفقك ان شاء الله يعني شلون امقتها دقيقتين ما شاء الله وعجبني محمد اذا منتبه استاذ علي من المرحله الاولى للثانيه للثالثه اكو تطور عنده تصاعدي مو بس هاي وملتزم بالوقت وملتزم باناقته وباختياره اطلالته الرائعه محمد قال لابو ذيب قال يا شعر 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 يقول شدة حزام الموت يا ابو حسين شدة شدة وعلى زينب تراها اليوم شدة شدة يا ابويا بطبرتك يا علي ايه شدة نزفت ايمان مو دم المني هم شدة مو ثالثة يقول لك شو معانيهن ثلاثة الاول حزام الموت يا امير المؤمنين يا علي شد ربط حزام الموت يا ابو حسين شد واليوم ترى هذا اليوم على زينب شده من الشدايد نعم الثالث هم شده يعني تحياتي للشاعر هذا طبعا للشاعر يعني تحياتي لا تذكر اسمه لا تذكر اسمه اي شاعر ما يصير احراج شكرا هو جاي شد ذكرى اي طبعا محمد علي هيك دائما يجرح شكو شيء لا يخصني لا انا لا بالعكس ابو الابوذيه جايس ابني لا تذكر اسم شاعر هو يعالجه زين الابوذيه جايس رأيك بالأداء محمد جاسم الكعب تأهل ويانا ضمن الفريق الأستاذ علي الدلفي شكرا لك يا محمد جاسم الكعبي شد شد مستحيل شكرا لك